مقتل 3 مستوطنين وإصابة آخرين في عملية تفجير وإطلاق نار في مستوطنة رامود في القدس. في آخر لحظة تمديد هدنة غزة، وإسرائيل تتسلم 10 أسماء جديدة يفرج عنهم اليوم مقابل 30 فلسطينيا. القوات الإسرائيلية تقتحم عدة بلدات ومدن في الضفة الغربية وتقتل شابا في بيتونيا. للمرة الثالثة منذ الحرب رينكين في إسرائيل، والصين تقدم مقترحات حل وتطالب مجلس الأمن بالاضطلاع بدوره. طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير مشاهدين أينما كنتم من الرياض. جولة إخبارية جديدة للحدث، حيث أفاد مراسلها بارتفاع عدد قتلى هجوم القدس إلى 3. العملية المزدوجة في رامود في القدس تمت في موقعين، الأول تفجير عبوة ناسفة والثاني إطلاق نار. وقد أفادت مصادر إسرائيلية أن منفذي عملية القدس هما الشقيقان مراد وإبراهيم نمر، وهما أسيران محرران ينتميان لحماس. وقد أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار على منفذي الهجوم المزدوج وقتلتهما، فيما أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن المنفذين شقيقان. وقد عمدت القوات الإسرائيلية إلى إغلاق حاجز جبع على مدخل القدس. مزيد من التفاصيل المحدثة حول هذه الحادثة من القدس ينضم إلينا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي. زياد، مرحبا بك مباشرة إلى إرادة التفاصيل الجديدة. لا توجد تحديثات كثيرة في هذه العملية التي انتهت قبل أكثر من ساعتين. هناك كان عملية مسلحة نفذها فلسطينيان من بلدة سور باهر جنوب القدس، عمليا من القدس الشرقية المحتلة. كلاهما كان أسيرا في السجون الإسرائيلية، أسيران محرران تدعي إسرائيل بأنهما من ينتميان لحركة حماس. ترجلا من سيارة فتح النار بواسطة بندقية ومسدس تجاه مجموعة من المستوطنين كانت في منطقة في مدخل القدس عمليا. قتلا 3 مستوطنين وأصابا عددا آخر من المستوطنين ممن نقلوا إلى المستشفى. ولكن قبل ذلك عمليا جنديان إسرائيليان ومستوطن فتحوا النار على المنفذين وقتلهما في الموقع عمليا. الشرطة أغلقت المكان وأجرت التمشيط في المكان لبعض الوقت، ومن ثم أعيد فتح المكان. الآن الحركة شبه عادية في منطقة مدخل القدس. نعم، أما ما قصة العبوة الناسفة زياد؟ هل استخدمت أيضا في الهجوم بالإضافة إلى إطلاق الرصاص من البنادق كما أشرت أنت؟ هذه كانت في البداية التوقعات أنه كانت عملية مزدوجة. اتضح فقط بأنها عملية إطلاق نار كما قلت في النشرات الماضية، عمليا إطلاق نار من في هذا الموقع من قبل المنفذين. جاء في سيارة واحدة وترجلا وفتحا النار. هذا الموقع على فكرة شهد قبل أيضا نحو سنتين، لم أكن مخطئا، عملية مشابهة تماما. تلك العملية كانت ربما مزدوجة، أيضا كان هناك تفجير عبوة في هذا المكان وإطلاق نار في مكان آخر، لكن هذه المرة العملية هي عملية مسلحة أكثر. نعم، إغلاق الحاجز، حاجز جبع، هل هو طبيعي عادة ما يجري؟
هذا الإجراء بعد يعني قتل المنفذين والحصول على معلومات إضافية؟ هل هو من قبيل التحسب أن تكون هنالك عمليات أخرى مخططة في ذات التوقيت زياد؟ هناك دائما إغلاق لحواجز وسد منافذ في عندما تكون عملية بشكل أو بآخر، كانوا يشتبهون ربما بأن هناك ثالثا قد يكون شارك، ولكن عمليا هذا الأمر عادي جدا. أساسا كل هذه الحواجز هي مغلقة بشكل أو بآخر، بالكاد يعني يمضي الفلسطينيون ساعات على هذه الحواجز حتى يمروا أصلا يوميا. لا توجد الآن حواجز مفتوحة بالمعنى الحقيقي في الضفة الغربية المحتلة كلها بسبب الحرب على قطاع غزة وبسبب التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. يعني مع وجود هجمات للمستوطنين أيضا الإسرائيل في الفترة الأخيرة، في المقابل كيف ينظر إلى هذه العمليات؟ يعني شيء بالشيء، يعني هؤلاء أيضا مسلحون وكانوا يقومون بإطلاق النار على بعض الفلسطينيين وهم مواطنين مدنيين. يعني هذا صحيح، هناك تصعيد مزدوج في الضفة الغربية المحتلة من قبل الجيش الإسرائيلي الذي يقتحم ويقتل ويغتال، ومن قبل المستوطنين المتطرفين المسلحين أيضا. ولهذا هناك تحذيرات دائما حتى أمريكية لإسرائيل من مغبة استمرار هذا الوضع المعقد في الضفة الغربية المحتلة كي لا تصبح جبهة ثانية كما حدث في يعني بالإضافة إلى قطاع غزة. وطبعا إسرائيل اعتقلت أكثر من 3000 وقتلت المئات من الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة. بالتالي بالأمس أيضا كان هناك تصعيد نوعي إسرائيلي في مخيم جنين وقتل قياديين في كتيبة جنين محمد الزبيدي، ربما أيضا هذا قاد إلى هذه الردود بالنسبة للعمليات الفردية التي نراها وسنراها. عملية القدس اليوم هي الثالثة من نوعها منذ بدء الحرب على قطاع غزة. نعم، يعني أنتقل بك من مسرح العملية إلى زيارة بلينكين المهمة والثالثة في توقيت، وهو يعني سبقها لدى وصوله بتصريحات على منصة إكس واصفا فيها أن الهدنة وإيقاف إطلاق النار يعتبر ناجحا بالنسبة إليه ويأمل في الاستمرار. لكن إسرائيليا هل تبدو هذه المقاربة واقعية أم تحتاج إلى مزيد من الضغط من قبل واشنطن كي توافق إسرائيل على الاستمرار في هذه الهدنة؟ إسرائيل تريد أن تتخلص بين مزدوجين من ملف الأسرى المدنيين ككل مع حماس كي يكون لها أسهل أن تباشر الهجوم البري على جنوب القطاع، وبالتالي هي تتعاطى مع في كل مرة يوجد فيها إمكانية لإطلاق سراح 10 أو 20 أو 30 من النساء والأطفال وما إلى ذلك، هي توافق عادة ولا يكون مشكلة. الآن هناك اليوم هناك تمديد ليوم واحد، قد يمدد غدا أيضا إذا ما تبين بأن هناك مجموعة إضافية يمكن إطلاق سراحها غدا أيضا من قطاع غزة تسلم. ولكن بالنسبة للإسرائيليين يقولون بأن هذا العدد محدود لدى حماس من النساء والأطفال، يجب والانتقال إلى الرجال أمر معقد لأن حماس تطلب ثمنا مغيرا كليا حتى إن لم يكونوا عسكريين، وبالتالي هناك سيكون تعقيد. ولهذا المصادر في إسرائيل تتحدث عن يوم أو يومين من التهدئة، ولكن أن العد التنازلي لمباشرة الهجوم البري على قطاع غزة بدأ فعليا. نعم، بلينكين تحدث عن إطلاق رهينة أمريكية، إلى أي مدى أيضا الأمر مدى استمرار إسرائيل مربوط بمراعاة المصالح الأمريكية؟ ويبدو أن حماس تدرك هذه الورقة وإن غازلتها واشنطن واعتبرت أنها لا تلعب بهذه الورقة، ولكن يبدو أنها مدركة جيدا لهذه الأهمية. هذا صحيح، حماس كان لديها ربما إشكالية بأن طبعا كل هؤلاء إسرائيليين وليسوا أمريكيين أو أوروبيين أو ما إلى ذلك، كلهم إسرائيليين ويحملون جنسية إضافية أجنبية. بالتالي حماس عندما أصرت كل هؤلاء أصرت 41 جنسية مختلفة من بينها الجنسية الأمريكية، بدون أدنى شك بأن هذه ورقة قوية جدا وحماس تدركها تماما وستطلق سراح الأمريكيين أيضا إن تبقى أمريكيون في الأسر. هي أطلقت سراح الطفلة التي تحمل أيضا جنسية أمريكية قبل أيام، وهذا قد يتكرر بدون شك. من القدس مدير مكتب الحدث في فلسطين الزميل
زياد حلبي، شكرا على كل هذه المعلومات والإفادات. وفي السياق، وقبل 20 دقيقة من انتهائها، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة نظرا لجهود الوسطاء لمواصلة عملية إطلاق سراح المختطفين ووفق شروط الاتفاق. مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أوضح من جانبه أن إسرائيل تسلمت قائمة جديدة من الأسماء لنساء وأطفال تستجيب للمعايير المتفق عليها. أما حماس بدورها فأعلنت موافقتها على تمديد الهدنة ليوم سابع، بعد كانت قد أوعزت كتائب القسام لقواتها البقاء على جاهزية قتالية عالية في الساعات الأخيرة تحسبا لتجدد القتال في حالة عدم تمديد الهدنة، مشددة على عناصرها بضرورة البقاء على جاهزية قتالية. كما كانت حماس في بيان لها قد اتهمت إسرائيل برفض تسلم الدفعة الجديدة المقترحة من المحتجزين من النساء والأطفال مقابل تمديد الهدنة بنفس الشروط السابقة، مشيرة إلى أن المجموعة التي رفضتها إسرائيل تضم 7 من المحتجزين من النساء والأطفال وهي 83 من ذات الفئة ممن قتلوا بسبب القصف الإسرائيلي على غزة. وبعد الاتفاق على التمديد ستطلق حماس اليوم 10 محتجزين في مقابل إطلاق إسرائيل سراح 30 أسيرا فلسطينيا من سجونها، مع استمرار دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. ميدانيا من دير البلح وسط قطاع غزة تنضم إلي الصحفية الزميلة خولة الخالدي. خولة، مرحبا بك من جديد. نرصد معك بداية الهدنة والخروقات، بالإضافة إلى ما كنت قد أشرت إليه وما قامت به الزوارق البحرية، ولكن ذلك كان ربما قبل ساعة أو أقل بقليل من الإعلان عن هدنة جديدة ليوم سابع. نعم، فعليا يعني ترقب الشارع الفلسطيني خلال الساعات الأخيرة الإعلان عن هذه التهدئة. كان من المتوقع فعليا أن تكون لأكثر من 48 ساعة، ولكن يبدو أن الجانب الإسرائيلي اكتفى بالقائمة التي قامت بإرسالها حركة حماس لعشرة معتقلين إسرائيليين داخل قطاع غزة، وبذلك تم تمديد هذه التهدئة ليوم واحد فقط. هناك أمال تعقد على هذه التهدئة أن تستمر خلال الأيام القادمة، مع العلم أن عدد الأسرى يتناقص الآن لدى الفصائل الفلسطينية، وبالتالي هناك تخوف من عودة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. لوحظ في هذا اليوم بالتحديد مع الإعلان عن هذه التهدئة عدد من البوارج البحرية التي أطلقت عدد من هذه القذائف التي استمرت لأكثر من ساعة في عدة مناطق متفرقة، أبرزها مخيم دير البلح على المناطق الساحلية، وأيضا منطقة خان يونس. هاتين المنطقتين تعرضتا لعدد من هذه الغارات الإسرائيلية من قبل البوارج البحرية، ثم ما لبثت أن تلاشت هذه الأصوات بشكل واضح، ولكن لوحظ بعدها بشكل مباشر عدد من طائرات الاستخبارات موجودة في سماء قطاع غزة بشكل واضح، وهذه التي اختفت لربما لأيام خلال أيام التهدئة السابقة. هذا الأمر يعتبر مستجد على الشارع الفلسطيني الآن رغم كل الخروقات التي سجلت في أوقات ما زالت يعني ظهرت واختفت الاستخبارات تحديدا هذه الطائرات، يعني طائرات الاستطلاع، لأنها كانت دائما مرتبطة بلحظة ترحيل الأسرى واستلام الأسرى اليوم باكرا. نعم، بالعادة نحن نلاحظ وجود هذه الطائرات في عمليات التسليم والتسلم للأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين. تحاول إسرائيل رصد الأماكن التي تخرج منها هؤلاء الأسرى وعمليات تحرك عناصر المقاومة التابعة للفصائل الفلسطينية، ولكن هذا الأمر الآن في ساعات الصباح الأولى، وهذه عمليات التسلم لا تتم إلا ليلا، وبالتالي وجود هذه الطائرات الاستخباراتية فيما يبدو أنها خرق جديد يضاف لقائمة الخروقات التي سجلتها إسرائيل خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى محاولات رصد أي معلومات قد تتعلق بمواقع المقاومة الفلسطينية وبالتحديد في المناطق الجنوبية. في الآونة الأخيرة كان هناك عدد من التصريحات المتعلقة بإمكانية عودة الحرب الإسرائيلية على القطاع، وتحديدا عملية التوغل البري في مناطق خان يونس، وبالتالي هناك تخوف واضح لدى المواطنين الفلسطينيين في حال عودة هذه الحرب أن تتم فعليا عملية التوغل البري، رغم أيضا أنه على الصعيد الآخر كان هناك عدد من هذه التصريحات والتي ارتبطت أيضا بالإدارة الأمريكية والتي تحدثت عن صعوبة الوصول والدخول بريا إلى المناطق الجنوبية، وتحديدا
وتحديدا خان يونس نظرا للاكتظاظ السكاني الشديد في هذه المنطقة وأعداد النازحين، وبالتالي يبدو أن إسرائيل ترغب فعليا بعملية الدخول البري في هذه المنطقة، ولكن هناك تخوف واضح في هذا الإطار، لذلك هناك عدد من الخروقات تسجل من حين إلى آخر، ولكن سريان التهدئة مستمر، وشاحنات المساعدات أيضا من المترقب أن تدخل بعد قليل من قبل معبر رفح البري من أجل استكمال تفاصيل هذه التهدئة في المناطق المختلفة. يعني بالعودة إلى موضوع الأسرى والرهائن، سميهم من شئت خولة، هل من أرقام أعلم أن الحركة محدودة بالنسبة لكم كصحفيين، المعلومات شحيحة؟ لأن إسرائيل بدأت تتحدث عن أن حماس غير صادق، حماس تقول أن هذا ما لديها من الأطفال والنساء والمدنيين، حماس تقول أيضا أن هنالك أسرى أو مختطفين كما تصفهم إسرائيل ليسوا في حوزتها، ولكنها تستعد أن تتواصل مع الفصائل الأخرى. ماذا يدور في القطاع حول هذا الملف؟ بالضبط، هذا ما تعول عليه إسرائيل، بأن حركة حماس لربما تكون قادرة على الحصول على الأسرى الإسرائيليين الموجودين في قبضة الفصائل الأخرى، وبالتالي إسرائيل تحاول الضغط بشكل واضح، وهذا ما لاحظناه في الآونة الأخيرة من عمليات تأخير الإعلان عن هذه التهدئة المرتقبة، وبالتالي أيضا عمليات التهديد بأن العملية العسكرية مستمرة، وبتوقيع الكابينة المصغر بالأمس على استكمال العملية العسكرية داخل قطاع غزة. بالتالي هذه خطوات ضغط يمارسها الجانب الإسرائيلي من أجل الحصول على أي معلومة قد تتعلق بأعداد الأسرى الحقيقية الموجودة في قبضة المقاومة الفلسطينية، سواء كان حركة حماس أو حتى الحركات الأخرى داخل قطاع غزة، وهي تعلم جيدا أن بإمكان الحركة هنا وحركة حماس تحديدا التفاوض مع الفصائل الأخرى من أجل إتمام صفقة لعدة أيام أخرى، وبالتالي هذا هو المحور الأساسي الذي يتعامل معه الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى أن الأرقام حتى هذه اللحظة هي أرقام تقريبية لا أرقام حقيقية أعلنت عنها الفصائل الفلسطينية، هناك هي تخمينات تتعامل معها الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى المجتمع الدولي الذي يتابع عن كثب هذه التفاصيل منذ بداية هذه التهدئة وحتى هذه اللحظة. نعم، ابقي معي خولة، سأعود إليك. الآن ننتقل إلى خان يونس، ومن هناك أرحب بمراسل الحدث الزميل محمد عوض. محمد، مرحبا بك، صباح الخير، وإليك مباشرة، وماذا لديك من معلومات؟ أهلا سعدتي. نعم، وتفاصيل جديدة مع انطلاق الهدنة في يومها السابع. نعم، هو اليوم السابع للهدنة الإنسانية المؤقتة، لكن المغاير هنا إلى أنه نشاهد طائرات استخباراتية إسرائيلية جديدة لا تصدر أي صوت أثناء التحليق، وهي تحوم في المنطقة التي نتوقف يعني فيها تحديدا، شارع صلاح الدين، وهو الشارع الفاصل بين المنطقة الشرقية لخان يونس والمنطقة الغربية التي تأوي النازحين، وهذه النقطة التي يتجمع بها أعداد كبيرة من النازحين الذين يصلوا من مدينة وشمال قطاع غزة إلى هذه النقطة، وأيضا من نزح من المناطق الشرقية لخان يونس، وبحكم هذه المنطقة الجغرافية التي يتم توزيع النازحين أو يسلك النازحين بها طريقهم المجهولة خاصة، وأن هذا المفرق يؤدي إلى رفح شمالا، وهو ممر ودخول الشاحنات والمساعدات التي بدأت قبل قليل بالتدفق ووصلت فعليا إلى الجانب الفلسطيني بعد إدخال 4 شاحنات محملة بغاز الطهي وأكثر من 150 ألف لتر من السولار، إضافة إلى ذلك سيتم إدخال بعد قليل سيارات إسعاف وهي مقدمة من مركز الملك سلمان السعودي من خلال الجسر الجوي والبحري الذي سير إلى جمهورية مصر العربية من أجل مد قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية. نقف هنا على هذا الدوار تحديدا، وهناك حالة من الترقب والتخوف لدى المواطنين، خاصة وأن الزوارق الإسرائيلية تواصل قصفها لبحر محافظة خان يونس وجنوب قطاع غزة، إضافة إلى حتى الآن محمد، أم ذلك القصف الذي تحدثتم عنه وكان قبل بداية الهدنة بساعة أو ربما أقل، ما زال هذا القصف متواصل حتى بعد دخول الهدنة؟ بعد دخول الهدنة ب47 دقيقة قصفت البوارج الإسرائيلية منطقة بحر خان يونس. نحن نتابع الأحداث بالدقيقة لأن من المهم توثيق ذلك، وقبل قليل وثقنا بعدسة الكاميرا تحليق عدد جديد من الطائرات الاستطلاعية وهي غير مألوفة على الإطلاق، تحلق في المنطقة مسيرات، طائرات صغيرة أم طائرات كبيرة وسط محمد؟ مدينة خان يونس هي طائرات مسيرة تقوم بعملية تصوير ورصد، وأيضا هي طائرات تجسس لونها بيضاء وهي غير مألوفة
لم نشاهده في المرات الماضية، وعلى ما يبدو أن الجيش الإسرائيلي يستخدم هذه الطائرات التي لا تصدر صوت حتى لا تلفت الانتباه، ويتم رصد خرق اتفاق الهدنة الذي وقع أو الذي أبرم بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. هذه هي الطائرة الآن تصل إلى المنطقة ونشاهد ونستطيع تصويرها بالصورة. نعم، ها هي الطائرة جديدة تصل إلى المكان، وهي طائرة مسيرة، لا أستطيع يعني تحديد نوعها لأنه هو نوع جديد. نشاهدها الآن واضحة يا محمد في الصورة، في طائرة بيضاء. نعم سعد الدين. نعم، هذا التوثيق عبر شاشة الحدث لخرق جديد لاتفاق التهدئة المؤقتة التي رعتها مصر وقطر، وكما نشاهد عبر كاميرا الحدث هذه الطائرة هي واحدة من ثلاث طائرات استطعنا تصويرها. محمد أنت أقرب، ربما الصورة لدينا غير واضحة، هذه مسيرة أم طائرة عادية؟ هي طائرة مسيرة تقوم بعملية إطباق وأيضا عملية تحليق بشكل دائري على أهداف معينة. هي تصل إلى شارع صلاح الدين ثم تقوم بتحليق في المنطقة الغربية بشكل دائري، وهذا يسمى في العملية العسكرية عملية إطباق من خلال الطائرات الإسرائيلية المسيرة التي تقوم بالتحليق والتحويم في المنطقة تحديدا في خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث تقوم بعملية تصوير وعملية تجسس، وهي طائرة تتبع للاستخبارات الإسرائيلية العسكرية التي تقوم بعملية جمع المعلومات. أود الإشارة هنا، نود أن نتوقف فقط للتنويه محمد، لنشير إلى هذه الأخبار وهذه المعلومة الآن. الحدث عبر مراسلها من خان يونس تقوم برصد ونقل هذا الخرق بعد الإعلان عن تمديد الهدنة ليوم سابع. إذن الحدث ترصد الآن تحليق طائرة استطلاع، كما قال مراسلنا أنها هي تابعة للاستخبارات. تفضل اكمل محمد. نعم، هذه الطائرات تقوم بعملية تصوير وعملية توثيق وأيضا تجسس لبعض الحركة هنا على الأرض، وشاهدنا هذه الطائرات وتابعناها حينما قمنا بعملية مرافقة للصليب الأحمر حينما قام بتسلم الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين الذين هم في قبضة القسام. وكما تحدثتم قبل قليل أن هناك صعوبة في حصر من هم لدى القسام والفصائل. نعم الأخرى محمد. نستطيع القول بأن القسام وصل إلى اتفاق مع الجهاد الإسلامي وأيضا الفصائل الأخرى لعملية تسليم، لكن بالاتفاق بين الفصائل ومن ثم تسليمهما إلى الصليب الأحمر، وهذا نعم. ما شاهدناه في صور التي قمنا بتصويرها قبل يومين. نعم، أعود إليك خولة، وفي ذات السياق الذي يتحدث عنه محمد عوض، وكنت قد سألت بهذا الخصوص مسألة التنسيق والأعداد للأسرى، خاصة أن إسرائيل بدأت تقول أن حماس غير صادقة في المعلومات، وحماس تقول أن هذا كل ما لديها. نعم، للأسف أن الصوت يتقطع، لم أستمع جيدا إلى ما كان يتحدث به الزميل محمد عوض وحتى إلى سؤالك. للأسف أن هناك أزمة ما زالت حتى هذه اللحظة ملاحظة في موضوع الشبكات وشبكات الاتصال في كافة المناطق في قطاع غزة. الأزمة واضحة رغم محاولات حثيثة لإصلاح هذه الشبكات، ولكن إن كنت قد فهمت السؤال فيما يتعلق بالأسرة، هناك عملية تسليم أعتقد ستتم خلال ساعات ليلة هذا اليوم كما تم سابقا، يعني بعد صلاة العشاء تقريبا يتم التحضير لعملية تسليم الأسرى الإسرائيليين للصليب الأحمر الدولي، وبالتالي يتم تسليمه إلى الجانب الإسرائيلي. في المقابل يقوم الجانب الإسرائيلي بتحضير الأسيرات والأسرى القصر من السجون الإسرائيلية في عملية تسليم لذويهم في ساعات متأخرة من الليل أيضا. ولكن هذا الأمر، عمليات التأخير عادة ما تكون منوطة بالجانب الإسرائيلي بشكل واضح، هو يحاول تأخير هذه العملية في عملية إطالة لهذه العملية بشكل واضح، أيضا في محاولة للعب بأعصاب الشارع الفلسطيني فيما يتعلق بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، في أيضا عملية استمرارية هذه التهدئة والبناء عليها خلال الأيام القادمة. أيضا هناك توضيحات من قبل الأسرى والأسيرات تبعناها عن كثب منذ بداية هذه التهدئة تتعلق أيضا بعمليات تنكيل، بالتالي الأمر ليس بذات السهولة التي يمكن تخيلها من قبل الجانب الإسرائيلي رغم التسهيلات التي قامت بها الفصائل الفلسطينية والوسطاء القطري والمصري في هذا الإطار. من دير البلح وسط قطاع غزة الزميلة الصحفية خولة الخالدي، وأيضا من خان يونس مراسل الحدث الزميل محمد عوض، شكرا لكم على كل هذه المعلومات والإفادات.
وفي سياق أفاد مراسل الحدث أن الزوارق الإسرائيلية ضربت خان يونس بثلاث قذائف، كما أفاد عن تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء غزة. ويأتي تحليق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية قبل دقائق من إعلان تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس، فيما أشار مراسل الحدث قبل قليل إلى أن التحليق استمر حتى بعد دخول الهدنة ورصد ذلك على الهواء مباشرة. السلطات الإسرائيلية كانت قد أعلنت أنها أطلقت سراح 30 أسيرا فلسطينيا في إطار اتفاق الهدنة. كما قال الجيش الإسرائيلي أنه تم تسليم 10 أسرى إسرائيليين أفرجت عنهم حركة حماس من قطاع غزة إلى الصليب الأحمر. متحدث باسم الخارجية القطرية قال إنه جرى أيضا تسليم مواطنتين روسيتين وأربعة تايلانديين خارج إطار اتفاق الهدنة في غزة إلى الصليب الأحمر. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت في وقت سابق أن التأخير في إطلاق سراح الدفعة السادسة من المحتجزين ضمن اتفاق الهدنة مع حماس سببه مشكلة فنية، وأن تنفيذ العملية سيتم. نعمل هيك، خلي الوجه يبين، هذا الوجه الأمر نحاول يصوره ويحطه للجنة. أوكي، لورا 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 يا أحمد، ورجيهم من أنت السكي القوية طبعا تام يو أر ها صديقي يعني. يلا سلام. إيتاي، شو هبي؟ أوكي. Goodbye. Where's Cam? Guys, good luck. Goodbye. Congratulations. Good luck. No. Gali. Bye bye. شكراً. Bye bye. We go home. Bye. إلى الضفة الغربية، حيث أفادت وسائل إعلام فلسطينية عن اقتحام قوات إسرائيلية مدينة قلقيلية. وسبق ذلك قتل شاب فلسطيني في بيتونيا بعد اقتحام قوات إسرائيلية مخيم عين السلطان في أريحة ومدينة ومخيم طولكرم شمال غربي الضفة الغربية. وبدأت الاشتباكات في تلك المناطق وغيرها ليشن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الفلسطينيين. ومنذ قليل أفاد مراسل الحدث أن القوات الإسرائيلية انسحبت من مخيم عين السلطان في أريحة. فات الجيش هون، هاي الدار هون، هاي تاني مرة بفوت عليها، في نفق هون، في نفق هون، ضربوا قبل أسبوعين، واليوم أجوا فجروا الدار قبل مرة كمان مرة، هذا كله دمار، عشان 7 أكتوبر انكسروا فيها، بعملوا هذا العمل.
من رام الله ينضم إلي من جديد مراسل الحدث الزميل خالد القاسم. خالد مرحبا بك من جديد. إلى آخر التطورات ومسألة الانسحاب، ونفهم منك يعني إن كان هنالك روتين في مسألة الدخول والانسحاب، كيف يتم وعلى أي أساس؟ يعني ما حدث في مخيم عين السلطان بالقرب من مدينة أريحة، اقتحمت قوة خاصة أو ما يطلق عليها باسم المستعربين داخل المخيم، وقامت بمحاصرة منزل وعلى الفور من داخله فلسطينيا، ثم انسحب وسط مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية. نفس الصورة تكررت في مدينة قلقيلية، حيث اقتحمت قوات خاصة ومدعومة بقوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي المدينة، حيث قام الجيش الإسرائيلي باعتقال فلسطينيين وسط مواجهات واشتباكات عنيفة دارت خلال الساعات الماضية قبل انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة. في مدينة طول كرم ومخيمها قوات كبيرة اقتحمت لعدة ساعات المدينة، وتحديدا مداخل مخيم طول كرم، حيث عمدت على تخريب البنية التحتية وتجريف الشوارع المؤدية إلى المخيم، ولكن لم يبلغ عن وقوع إصابات جراء الاشتباك المواجهات التي اندلعت طيلة فترة اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة طول كرم ومخيمها. قبيل فجر هذا اليوم قتل الجيش الإسرائيلي في محيط سجن عوفر فلسطينيا بالرصاص، وأصاب 4 آخرين بالرصاص الحي، وذلك قبل نصف ساعة من إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، أو بالأحرى قبل نصف ساعة من خروج حافلات الصليب الأحمر تحمل الأسرى الفلسطينيين من داخل سجن عوفر، حيث خرج من داخل السجن آليات عسكرية معززة بالجرافات، وقامت القوات الإسرائيلية بإمطار المتواجدين على الجبال المقابلة لسجن عوفر بقنابل الغاز المسيلة للدموع وبالرصاص، ما أدى إلى إصابة إلى مقتل فلسطيني وإصابة 4 آخرين بالرصاص الحي. ما هي الحجة يعني تكرار الهجوم والهجمات وهنالك قتلى لأكثر من مرة حول سجن عوفر؟ ما هي الحجة التي تقدمها القوات الأمنية الإسرائيلية؟ منع التجمع أم ماذا؟ يعني ماذا فعلوا؟ أو لا يحتشدون لاستقبال يعني أسراهم يعني بعد سنين طويلة من الحبس؟ نعم، لا يصدر الجيش الإسرائيلي بيانا لماذا قام بإطلاق قنابل الغاز، ولكن بحسب المحللين الفلسطينيين فإن الجيش الإسرائيلي يحاول أن يمنع مظاهر الاحتفال والاستقبال للأسرى على الأقل في محيط سجن عوفر، كما كان أنذر سابقا بمنع الاحتفالات والتجمهرات ما بين رفح تمهيدا لعبورها للجانب الفلسطيني بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. إلى ذلك، فقد عبرت قوافل من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والوقود عبرت عبر معبر رفح من الجانب المصري إلى قطاع غزة، وشملت قوافل الشاحنات مركبات محملة بالإمدادات الطبية والغذائية والإيوائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. في سيارات مصرية وفي سيارات محملة من السعودية برضو جاء عن طريق المطار ومن دبي دولة الإمارات، والأمور جوه تمام 100 الحمد لله، والبضاعة وصلت لأهلنا في فلسطين الحمد لله تمام. احنا نقطة ساعة ما حملت لحد ما فضيت 11 يوم، وساعة ما نزلت الحمولة طبعا دي فرحة كبيرة، وإن الحاجة وصلت لإخواتنا في فلسطين، وإن شاء الله كله يوصل تمام بإذن الله، والأمور جوه طيبة الحمد لله. أنا طالع من بيتي بقالي 10 أيام، وقفنا هنا طبعا زي ما انت شايف المساعدات بسم الله ما شاء الله، بنقف في الطابور بنيجي هنا بنخش، بعد ما نقف نخش جوه هنا نخش على العوجة نقعد فيها 3 ايام، يوم داخل يوم جوه يوم جاي، بعدين نخش لاخواتنا جوه ننزل البضاعة ونتفكر على الله. دخلت 3 مرات، مرة نقلة سفنج مراتب، ومرة تعيينات اكل، مرة مية، ومبسوط انني داخل اخواتنا في غزة اللي هم اخواتنا وشعبنا. وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى إسرائيل في زيارة للمنطقة هي الثالثة
منذ بداية الحرب في غزة، وتشمل الزيارة إسرائيل والضفة الغربية. وأعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكين أنه سيعمل خلال زيارته لإسرائيل على استمرار الهدنة وإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، مجددا التشديد على حل الدولتين، ومضيفا أن الهدنة في غزة تؤتي ثمارها. ووسط هذه التطورات المتسارعة، رجح تحليل قامت بنشره مجلة فورين أفيرز أن الحرب في غزة قد تعزز ميل الإسرائيليين باتجاه التيار اليميني بشكل أكبر. وبحسب تحليل المجلة، فإن الإسرائيليين ما زالوا يؤيدون اليمين، رغم أن جملة من الافتراضات لم تعد حقيقية بالنسبة إليهم، مثل فشل سياسة حصار غزة وتحييد التهديدات من خلال المراقبة ذات التقنية العالية والحواجز العميقة تحت الأرض وفشل النظام الدفاعي الصاروخي. التحليل أشار كذلك إلى أن ما حدث في غزة يظهر فشلا ذريعا في فكرة إمكانية تهميش القضية الفلسطينية إلى أجل غير مسمى ومن دون أي كلفة على إسرائيل، وأن الميل نحو اليمين في السياسة الإسرائيلية يعني انتخاب حكومة جديدة يؤيد الناخبون فيها الافتراضات الخاطئة ذاتها التي ساهمت في إحداث الأزمة الحالية. وفي السياق وفي موقف لافت، أصدرت الخارجية الصينية موقفا من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مقدمة مقترحات بشأن هذا الصراع. الصين قالت عبر خارجيتها إن على مجلس الأمن الاستجابة لنداء المجتمع الدولي من أجل وقف شامل لإطلاق النار وإرسال إشارة واضحة ضد النزوح القسري للمدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم، والدعوة إلى إطلاق سراح جميع المدنيين والرهائن في أقرب وقت. ودعت الخارجية الصينية مجلس الأمن لتشجيع المجتمع الدولي على زيادة المساعدات الإنسانية ودعم الدور التنسيقي للأمم المتحدة وتعزيز الدعم لإعادة الإعمار بعد الحرب في غزة، إضافة إلى تكثيف وساطته الدبلوماسية. وختمت الخارجية الصينية بضرورة وضع جدول زمني محدد وخارطة طريق لتنفيذ حل الدولتين من أجل حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية. بالرام الله، ينضم إلي الكاتب السياسي الأستاذ خليل شاهين. مرحبا بك من جديد أستاذ خليل. كان مراسلنا قبل قليل ينقل على الهواء مباشرة تحليق طائرة تبدو كالمسيرة، ولكنه أشار وكانت واضحة بالنسبة لنا إلى أنها طائرة استخبارات تقوم بتصوير والتوثيق. كيف يمكن أن يقرأ ذلك بعد دخول الهدنة التي كانت متعثرة كما ترى الهدنة السابقة وفي اللحظات الأخيرة تم الإعلان عنها؟ صحيح، حتى صباح هذا اليوم كان هناك تحليق لمقاتلات في يعني مناطق جنوب قطاع غزة، يعني في سياق استمرار الانتهاكات يعني الإسرائيلية التي يعني تواصلت وحتى وصلت إلى درجة إطلاق النار على العديد من المواطنين الذين حاولوا العودة إلى منازلهم، ليس من جنوب غزة إلى شمالها، بل حتى في مناطق شمال وادي غزة. هؤلاء كانوا يريدون العودة إلى مناطق مثل بيت حنون وشرق يعني مدينة غزة من أجل تفقد منازلهم، وربما أيضا بعضهم يريد أن يرى إذا ما كان هناك ضحايا من أقربائهم لا زالوا تحت القاد، وبعضهم يريد أن يتزود بما يتيسر من ملابس شتوية وربما بعض المعلبات من الأغذية وغيره. إذن الانتهاكات الإسرائيلية لا تزال يعني متواصلة في قطاع غزة، إضافة إلى يعني ما الرسالة التي تريد إسرائيل إيصالها اليوم؟ قبل الهدنة كان هنالك قصف بالزوارق البحرية، ولكن ملاحظة مراسلينا كانت تشير إلى أن يعني القذائف سقطت في البحر، لم يكن المقصود استهداف أماكن أو أشخاص، وتحلق طائرات. ما هي الرسائل التي تريد إيصالها تل أبيب إلى حماس؟ يعني هناك أمران مختلفان. المسيرات هي يعني غير من طائرات استطلاع، يعني تستخدم من أجل جمع معلومات يعني استخبارية، ويمكننا أن نفترض بأن هذه الهدنة المتواصلة لمدة 7 أيام ربما أيضا أتاحت فرصة للفصائل الفلسطينية من أجل إعادة ترتيب صفوفها، وربما يعني إعادة يعني تدخير بعض يعني المعدات العسكرية، صواريخها غير ذلك، ربما نقل يعني معدات عسكرية والتزود بغيرها. هذا الأمر بالتأكيد إسرائيل تدركه تماما، وهي تحتاج إلى عيون من أجل أن ترى ما الذي يحدث، ولكنها ملتزمة وفق بنود الهدنة بعدم
يعني إيقاف تحليق الطائرات الاستطلاعية أثناء فترة الهدنة. صحيح، عدم تحليق الطائرات المقاتلة ولا الاستطلاعية في منطقة جنوب وادي قطاع غزة، وتوقفها عن التحليق لمدة 6 ساعات في مدينة غزة وشمالها. هذا هو الاتفاق، لكن إسرائيل تخرق هذا الأمر بالتحليق في منطقة جنوب وادي غزة، هي المنطقة التي يفترض أن يتوقف فيها حركة يعني الطيران. وهذا أمر مهم، لأن يعني استمرار تحليق طيران الاستطلاع يؤدي إلى عرقلة الجهود التي تبذلها حركة حماس من أجل تجميع المزيد من الأسرى الذين تنطبق عليهم المعايير الحالية، أي النساء والأطفال ومزدوجي الجنسية. ولذلك حماس بالتأكيد أنها ترد على ذلك بأنها تقول أنها غير قادرة على القيام بهذه المهمة، وبالتالي هذا الأمر من شأنه أن يعرقل إمكانية تبادل أو جمع المزيد من هل هذا ما تريده بالفعل؟ تل أبيب هي مجبرة مضغوطة على موضوع الاستمرار في الهدن وتبادل الأسرى، وبالتالي لأنه تذكر واحدة من الهدن كادت أن تفشل بسبب تحليق الطائرات وتدخل الجانب المصري وقام بإنقاذها في آخر لحظة. بالتأكيد، ولكن الاعتبارات العسكرية عند إسرائيل تتفوق على كل شيء، يعني هي تدرك تماما بأن هناك يعني أجواء ضاغطة في إسرائيل من أجل العودة مرة أخرى إلى العملية العسكرية. لا يوجد خلاف في إسرائيل على استئناف العملية العسكرية، الخلافات هي على عمق العملية العسكرية وطبيعتها والمناطق التي يمكن يعني أن تشهدها. حتى الولايات المتحدة في سياق ضغطها على إسرائيل من أجل عدم يعني العودة مرة أخرى إلى الشكل السابق من العملية العسكرية، وخاصة الطريقة التي نفذت فيها بشكل دموي وفي مدينة غزة وشمالها، إلا أنها تقول بأن ترى البحث مع إسرائيل يعني مع وصول بلينكن إلى المنطقة بقضيتين مهمتين. الأولى هي إمكانية أن تشن إسرائيل عمليات عسكرية في مناطق مقلصة، وهذه إشارة إلى أن الولايات المتحدة لا تريد توسيع العملية العسكرية بشكل واسع في جنوب قطاع غزة. النقطة الأخرى أن الولايات المتحدة تريد الاطلاع على الخطط العسكرية قبل تنفيذها، وهذا الأمر يعني أن هناك قيود أمريكية على العمل العسكري الإسرائيلي. لكن إسرائيل تريد أن ترسل رسائل واضحة بأنها عازمة على استئناف العمليات العسكرية في حال توقف الهدنة وفق المعايير الحالية، وهذا يبدو وكأنه في سباق مع الزمن، لأن الوسطاء يدفعون باتجاه التوصل إلى رزمة متكاملة تنقل الهدنة وعمليات التبادل من مرحلة إلى مرحلة، وكل مرحلة لها شروطها ولها معاييرها، بمعنى المدنيين وفي البداية من نساء وأطفال مقابل يعني أطفال فلسطينيين. وهنا أتوقف معك وأعلم على ذكر زيارة بلينكين، يعني المجموعة العربية، مجموعات أخرى في الأمم المتحدة، كذلك أوروبا بدأت تنحو نحو مطلب إيقاف دائم لإطلاق النار بشكل واضح. المقاربة الأمريكية في هذا الشأن مع زيارة بلينكين هي الآن يتحدث عن إشادة وضرورة استمرار الهدن، ولكن لا حديث عن وقف دائم لإطلاق النار. هل يبدو ذلك حاضرا عند واشنطن، وهل بالإمكان إقناع تل أبيب بذلك؟ الولايات المتحدة تميل إلى هدنة مستدامة، وهذا الأمر كما نذكر جميعا كان قد ورد في قرار مجلس الأمن الذي أشار إلى ضرورة تحقيق هدنة مستمرة ومستدامة، أي هدنة ممتدة. الرئيس بلينكين كما يقول تقول وسائل الإعلام نقل إلى الرئيس الإسرائيلي، الوزير بلينكين نقل إلى الرئيس الإسرائيلي رغبة الولايات المتحدة باستمرار يعني الهدنة، لأن الولايات المتحدة تعتقد أن إغلاق ملف الأسرى يعني التوصل إلى صفقة الكل مقابل الكل ربما تتيح أيضا استقطاع مزيد من الوقت من أجل البحث في اليوم التالي ما بعد يعني كل ذلك، وهو التوصل إلى وقف لإطلاق النار يتيح البحث في القضايا الأخرى، لأن هناك قناعات متزايدة ربما مستندة إلى تقييم خلال فترة الهدوء في الأيام 7 الأخيرة بأن إسرائيل لن تستطيع تحقيق الأهداف الكبرى التي وضعتها فيما يتعلق بالقضاء على حركة حماس من حيث قدرتها على الحكم أو القضاء عسكريا عليها، وخاصة إذا لم تتوسع العملية العسكرية في جنوب قطاع غزة بالشكل الذي رأيناه يعني في شمال قطاع غزة. وهذا الأمر يعني أن هناك تحول في المواقف الدولية. الجانب الآخر هو كيف ربط كل هذا الأمر بما في ذلك وقف إطلاق نار ومعالجة التداعيات التي نجمت عن التدمير الواسع والكارثة الإنسانية، وعن ذلك إعادة البناء والإعمار في قطاع غزة، إعادة فتح المعابر، إنعاش الحياة الاقتصادية بأفق سياسي. هذا شهدناه يوم أمس في اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الأمن بالكلمات التي يعني طرحت، ولأول مرة نسمع من بعض الأطراف الدولية بما في ذلك إسبانيا، إيرلندا،
بلجيكا والصين أيضا بضرورة الانتقال من المقاربات السياسية السابقة التي كانت تتفاوض حول الحل السياسي إلى مقاربة جديدة هدفها تنفيذ الحل السياسي، أي تنفيذ حل الدولتين وليس إعادة التفاوض بشأنه. نعم، وربما صدقا لحديثك إسبانيا لم تزل في مواقفها الواضحة. قبل قليل استعرضنا في خبر عاجل انتقادات رئيس وزرائها لما يجري في غزة من قبل إسرائيل. من رام الله الكاتب السياسي الأستاذ خليل شاهين، شكرا على كل ما تفضلت به. في مزرعة زيتون على مشارف القطاع في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، يبذل المزارعون قصارى جهدهم للاستفادة من موسم الحصاد رغم الحرب، مستغلين استمرار الهدنة. بس الاولاد ما شربوا يوسف. احنا قبل الحرب كنا ماشي 100% بنوصل يعني بسهوله وبنلقط وبنشتغل زينا، الامور ماشي تمام. قامت الحرب ما قدرناش نوصل هان، حتى الزيتون وقع على الارض وما قدرناش نلقط ولا شيء. فالحمد لله صارت هدنه وقدرنا نوصل ونلقط في الهدنه الزيتون. الحرب بشكل عام اثرت على جميع كل المزارعين، المزارعين الجرافات ما خلوا لهم ولا حاجة، ولا شجرة ولا برتقال ولا زيتون ولا أي حاجة، لأن الأمانة احنا تبهدلنا بسبب الحرب. الاحتلال ما خلاش ولا حاجة. أنا كنت يوم يوم باجي يا راجل مواصلات عاد 100% كل موسم، بس للموسم للأمانة احنا تضررنا يمكن 50 دلم اتجرفوا، هذا بسبب الاحتلال. تجريف كامل ولا أي حاجة، الزيتون راح بشكل عام، احنا تدمرنا. كما ألقت الحرب بظلالها على إسرائيل كما غزة، فأسعار الخضروات في إسرائيل ارتفعت إلى 3 أضعاف، وهذا ناجم عن تضرر المزارع في غلاف غزة بسبب الحرب وما ترتب عنها من هجرة اليد العاملة خاصة التايلندية. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمود العتمي. يواجه الإسرائيليون أزمة غذاء وجودية وفق رئيس جمعية بناة إسرائيل، فمزارع غلاف غزة التي توصف بأنها سلة غذاء إسرائيل باتت خاوية على عروشها منذ 7 أكتوبر. وهذه المزارع تنتج لإسرائيل 75% من الخضروات و 20% من الفواكه و 6% من الحليب. وقبل الحرب كان في غلاف غزة نحو 6000 مزارع تايلندي من ضمن 30000 عامل من الجنسية ذاتها في إسرائيل. ومنذ هجوم حماس على مستوطنة الغلاف غادر 10000 مزارع تايلندي إلى موطنهم، في حين يرغب معظم الباقين في مغادرة إسرائيل بعد مقتل 23 عاملا تايلنديا وخطف 32 خلال هجوم حماس. وتشكل العمالة التايلندية في إسرائيل أحد ركائز القطاع الزراعي، الأمر الذي يلقي بظلاله على الزراعة في جميع أنحاء البلاد. ومنذ هجوم 7 أكتوبر ارتفعت أسعار الخضروات في إسرائيل إلى 3 أضعاف، وهو رقم مرشح للتصاعد مع استمرار الحرب في غزة. شركة إسرائيلية لتوظيف العمال الزراعيين وصفت الوضع بأنه كارثة على الزراعة وخطرا يهدد الأمن الغذائي، وأكدت أن الثمار تتعفن في الحقول البعيدة عن المعارك. وتحاول إسرائيل إعادة تشغيل المزارعين الأجانب في المناطق الآمنة بمنحهم مكافآت مغرية، إلا أن الغالبية العظمى يرفضون. تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني الحدث.net. إذن تتواصل التغطية المفتوحة والمستمرة لتطورات وتداعيات المشهد في الأراضي الفلسطينية المحتلة. هاني الجهني تلتقيكم بعد قليل في استوديو الحدث بعناوين جلها في المشهد الفلسطيني. إلى اللقاء.
Thank you.